في هذه اللحظات أيها الحفل الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث عشر في المجموعة. الشوط الرابع السابع لفئة البكار من مسافة الاثنين كيلومتر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة الحقائق. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه الغزيل السيد ناصر بن حفيظ آل حفيظ مع الغزيل في هذه اللحظات في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز أرى هذا شعار عبد العزيز بن جار الله المري، اعتقد ان هذا شعار عبد العزيز عدي السيلية للسيد عبد العزيز بن جار الله المري في ثالث المراكز في هذه اللحظات، اما اللي في ثاني المراكز تسللت الاول المراكز هذه الشاهينية للسيد نايف بن محمد بن سعيد ال خديعة في هذه اللحظات، هذا هو نايف واصل بكل قوة هذا في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن عادي الغزيل للسيد ناصر بن حفيظ ال حفيظ، ثالث المراكز السيليه للسيد عبد العزيز بن جار الله المري، رابع المراكز وسللت في هذه اللحظات شعار الرقم محجوب عني، اما اللي في رابع المراكز هذه رقم 14 هذه الشيخ للسيد خالد بن عبد الله بن خميس في هذه اللحظة رابع المراكز، خامس المراكز هذه بشائر للسيد سلطان بن سالم العزبة في هذه اللحظات في خامس المراكز، اللي في أول المراكز هذه الغزي للسيد ناصر بن حفيظ الحفيظ في أول المراكز، ثاني المراكز هذه الشاهينية للسيد نايف بن محمد بن سعيد آل خديعة في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شعار بن جهويل هذه الشاهينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري في ثالث المراكز سللت مباشرة إلى ثاني المراكز، أما اللي في رابع المراكز اللي واصلوا سللت مباشرة إلى ثالث المراكز، هذه سوقة للسيد راشد العسكري، هذا راشد العسكري مع سوقة في هذه اللحظات، ولكن بن جهويل في أول المراكز، السيد سالم بن حمد بن جهويل المري هذا هو في أول المراكز في هذه اللحظات، وهذه نقطة من النقاط التي انتزعها في صباح هذا اليوم، هذه النقطة الثانية لبن جهويل، لو لم يكن لبن حفيظ رأي آخر، اللي في ثاني المراكز الغزيل، ويتغاز للشاهينية في هذه اللحظات للسيد سالم بن للسيد ناصر بن حفيظ، آل حفيظ في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا هو راشد العسكري مع اللي هي صوغة، ولكن بن جهويل انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة، هذا هو وحش المضمرين. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، ولكن بن حفيظ واصل بكل قوه، لا تامن بن حفيظ حتى خط النهايه، واصلك بن حفيظ بكل قوه، ولكن سالم بن حمد بن جهويل انتزع المركز الاول. نقول تهانينا والناموس. اما اللي في ثاني المراكز هذه الشاهينيه او هذه الغزيل للسيد ناصر بن حفيظ ال حفيظ، وفي ثالث المراكز رقم 10 هذه حرب للسيد سالم بن دخيل الله المرن. قلت هانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق 5 ثواني و34 جزء من الثانية. هانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.